بلا شك بان عمل المغرب عنده مهندسين وأطر ودكاتره اللي كيخدموا في هذا المجال ديال مصانع الجيل الرابع او كما يسمى المصانع الذكيه، اللي هما كيشتغلوا كذلك في مصانع ملتي ناسيونال، اللي عندهم مهندسين اللي كيشتغلوا في وضع برامج خاصه في هذا المجال، وكذلك الناس المصممين المصانع الذكيه عندنا خبراء كذلك مهندسين ما بغيناهمش يديروا الهجرة الأدمغة، لأن الحمد لله عندنا كفاءات عالية في هذا الميدان بحكم الشهادات اللي كتقوم بها المصانع الملتي ناسيونال، اللي كيقولوا بأن المغرب عنده كفاءات عالية في ميدان التصميم والإنجاز والتنفيذ، وهذا اللي كيخلينا أن المغرب خصو هو يدير استيراد أو التصدير ديال الأطر، ماشي يدير الهجرة الأدمغة. الهجرة الأدمغة هو خسارة للمغرب. علاش؟ ما كيلقاوش المناخ ديال الاشتغال في هذه المصانع، أو ما كتحتاجش لهم الفرصة باش يشتغلوا في هذه المصانع الذكية الجيل الرابع. والحمد لله عندنا مصانع، أنا كنقول في ميدان مصنع الإسمنت ديال أكادير، اللي هو كيعتبر من مصانع الذكية ومن مهندسين مغاربة 100%، وهذا دليل بأن المصانع ولاو كيهتموا بمهندسين ودكاترة باش ينجزوا هاد المصانع ديال ذات الجيل الجديد، وهذا كيحتل لنا أننا نمشيو في رؤى ديال صاحب الجلالة اللي كيعطي التنوير للحكومة بأنها تهتم بالأطر والمهندسين مغاربة باش ننجزوا ميد ان موروكو، يعني منتوج مغربي 100%، وهذا ما تاح لنا حتى في جائحة كورونا في هذ العامين، بأن المغاربة مهندسين قاموا بأعمال وإنجازات يعني ينبهر بها الشركاء ديالنا الأجانب، ونبهروا بأن قاموا بإنجاز مهمات جد صعبة اللي كانوا كيطلبوا منها أطر أجنبية. والحمد لله نعطيك مثال أو سي بي، نعطيك مثلا هما اللي قاموا بهذا الأعمال، ومثلا إسمنت معامل بلاستيك اللي كانوا ديما كيحتاجوا أطر أجنبية، وهاد المدة ديال الجائحة بينات من حبسوا الحدود، يعني خصنا نشمروا على يدينا كمهندس مغاربة ونمشيو للمصانع ونشتغلوا باش نطلعوا لا برودكتيفيتي ديال الانتاج المغربي، فهمتي؟ وهذا خلانا اننا نمشيو بعيد ونصدروا المنتوج المغربي من ناحيه الثروه الانسانيه او الثروه المواد البشريه.